انا طلبت اني اقابلك علشان انت الوحيد اللي مصدق ان صفوت بريء زيي، بس انا عندي اسبابي. انت ايه اسبابك بقى؟ الادله اللي اتقدمت للنيابه عشان تتهم صفوت حاسسها مش كافيه، كانها متلفقه مثلا. ده غير انه اتقال في التحقيقات ان صفوت كان بيحب حبيب، صح الكلام ده؟ تحسين اخويا وهو مهتم بالقضيه بس. محامي زيك؟ لا والله انا خريج تجاره، بس كان نفسي اطلع محامي. عامه اللي انت بتقوله ده مش كافي قصاد اصرارك على براءه صفوت. الحقيقه انا شغال في مكتب مجدي حشيش، وهو ممسكني القضيه وعايز يفهم هو ليه خسرها. فزي ما انت متاكده من براءه صفوت وعايزه تجيبي حق قريبتك، يعني انا كمان يهمني ان صفوت يبقى بره السجن عشان شغلي في المكتب. انت كده عارفه احنا عايزين نطلعه ليه؟ انت بقى ايه اللي خليك متاكده كده ان الراجل بريء وعايزك تطلعيه؟